السلام عليكم. هذا الفيديو خلال الساعات الماضية أكثر انتشارا في الوطن العربي للأخوة الكرد أحفاد صلاح الدين الأيوبي، منزلين مجموعة من الصور يتضح أنهم أشد وعليهم هيبة الرجال، وكما نبأ بعض العلماء أمثال العالم والشيخ أحمد الكبيسي سيخرج من العراق قوم أشد يحررون عواصم الدول العربية من الظالمين، ومن ثم يذهبون إلى القدس كي يحررونها. وبصراحة من أجمل الفيديوهات شفتها من بعد مأساة وهم وحزن على الحرب الدائرة كما تعلمون، وعطانا أمل ورجع لنا معنوياتنا بعض الشيء. وأنا أشوف هذا الفيديو كما تلاحظون أمامكم مو من وحي الخيال، مختارين كل شيء بدقة وبالتسلسل. والسؤال، هل حقا هناك قوة تعمل في الخفاء وبصمت ودون تسليط الإعلام عليه، سواء كان في الدول العربية أو الإسلامية؟ لا نعلم، سنرى قادم الأيام ماذا تخبي لنا وماذا سيحصل. اكتبوا أراءكم في التعليقات، ماذا شاهدت واستنتجت من هذا الفيديو، ولكم التعليق. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد.